اصور لكم النهارده جنينه مومي. دي كامله هي كده من بره، هنخش نصورها من جوه واحده واحده. احنا بقى كده داخلين جنينه مول، نصور واحده واحده. دي الكافيهات اللي بره. اول ما دخلنا كده الصلاة في وشنا، ماكدونالدز على شمالنا، ده سعر الباتيناش كده. هما حجزوا التذكرة اهي وراحوا عشان يلبسوا شوز ويدخلوا المعركة. اهم يلبسوا الشوز. من كل تلت ساعة او تلت ساعة لازم بينظفوا المكان كده. بيجمعوها في النص وبعد كده بيروحوا ايه المية بيخرجوها بره كلها. كده وقت الدخول. نورة اهي طبعا مش عارفة اصلا تصلب طولها. لهم طبعا مش عارفين بيديهم الدولفين ده عشان يعرفوا عليه. سعر الدولفين ده ب 10 جنيه. في كافيهات هنا، ده اخر العنكبوت. احنا كل ده كده لسه في الدور الاول. صيدليه العزبي، بقيه المحلات اهي. ده مزايا، احسن برفانات واحسن مكياج. ده تسيبس طبعا غني عن التعريف، الناس بتجيله من اخر الدنيا. لازم يدخل الفلوس 3 جنيه ويقعد يلف فيها كده. انا قلت في حشره نزلت في قفاه. وقعت عليه كوره. ده جميل جدا، ال 10 دقايق منه ب 30 جنيه. بصوا الاشكال. ده الاسد. سوري. ده ميزو. هاي ميزو. هيدوسني هيدوسني. ديدو باي. اشربات، لبس، كل حاجة هنا. في كمان قياس وزن هنا. بكام هو؟ ب20 جنيه. قياس وزن وطول وضغط وحرارة. بصوا كل حاجة بصراحة. حتى
خطه بيضه للرقص موجوده هنا. فسحه جميله جدا، تمشيه هنا وكل حاجه موجوده. كل ده موجود في الدور الارضي. في كمان خريطه للمكان هنا كامله. العين الدور اللي بعديه بصوا كده تحت فين. كده الدور الثاني. في جميع انواع الميك اب هنا، عبايات، كل حاجه بصراحه. بصوا الزحمه، التمشيه رهيبه. كافيهات هنا في كل مكان وجميله جدا. ده سكر معقود، جميل جدا. لب وسداني، كل حاجه. ده الدور كده اللي قبل الاخير اهو، سامعين اكيد الصوت. بصوا تحت مستنيين الادوار. ده ايس كريم، وقفت عند وسام اكل ايس كريم. حسام، وقفت عند حسام اكل ايس كريم. عندك نكهات ايه؟ عندي فستق، وعندي كاجو، وعندي لوز، وعندي مستيكه فستق، وعندي سنيكرز وكراميل. البوله بكام؟ 15. البوله ب 15 بس جميله بصراحه. بس انا لازم اجي هنا المول واكل من ايس كريم، يعني بعشق حاجه اسمها ايس كريم. بصوا الشكل، الجروب كله اللي معانا كلج ايس كريم، كله كل ايس كريم. بس انا الايس كريم داتشي طعمها حلو قوي. اخر دور اللي معظمه فيه كافيهات، هنطول نشوف. دخلنا مكان للالعاب. ده كده عطور، وكل جوه مطاعم. في كافيهات برضه. ده كده اخر دور. دي شحروره؟ دي شحروره؟ ب 20 جنيه الواحده؟ يلا باي باي، جنينه مول.